الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: إني أحبك في الله يا شيخنا، ويقول: والدي يمنعني من طلب العلم عند المشايخ في المساجد وحضور مجالس الذكر، فهل أطلب العلم عن طريق دروس المشايخ عبر الإنترنت؟ يقول: وكما تعلم يا شيخنا أن العلم لا ينال بالراحة، فما توجيهكم أحسن الله إليكم؟ الحمد لله رب العالمين. إن الطاعة التي أمرك الله عز وجل بها تجاه والديك إنما هي الطاعة في المعروف، لا في الأمر الممنوع أو المحرم شرعا. فالله عز وجل قد أمر الأولاد بطاعة والديهم، ولكنها ليست الطاعة المطلقة، وإنما هي الطاعة المقيدة. فالوالدان لهما مطلق الطاعة لا الطاعة المطلقة. وليس من طاعة الله عز وجل أن تترك طلب العلم، فإن طلب العلم أمر أمر الله عز وجل به في كتابه، فقال تبارك وتعالى: وقل رب زدني علما، وأثنى على العلماء في آيات كثيرة، وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وقال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مني مقالة فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع، وقال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة أي العلم فهو يقضي بها ويعلمها، وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلم، والأدلة على ذلك كثيرة، وقد اتفقت كلمة أهل العلم على فضل العلم وفضل تعلمه وفضل تعليمه. فإذا أمرك أحد والديك بأن تترك العلم جملة وتفصيلا فهو أمر بمعصية، وأمر بغير مراد الله عز وجل، وأمر لا يجنى منه مصلحة شرعية، لا في عاجل أمرك ولا في آجله ولا في دينك ودنياك. فلا طاعة للوالدين في مثل هذا الأمر. ولكن حتى وإن قلنا لا طاعة لوالديك في مثل هذا الأمر، فهذا لا يعني أن تعقهما أو تسيء التعامل معهما أو ترفع الصوت عليهما أو تظهر معاندتهما في طلب العلم، وإنما عليك كما قال الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، لأنهما في هذه الحالة قد أمراك بمعصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولكن اسمع ماذا يقول الله عز وجل بعد ذلك، قال: وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. فإذا عليك أن تستمر في طلب العلم عند الأشياخ وفي حلقات العلم، حتى وإن أفضى بك إلى أن تسافر إلى العلماء لتجثو بالركب في حلقاتهم في حال لا يحتاجك والداك الحاجة القصوى، مع الإحسان إليهما وبرهما بالقول والعمل وخفض الجناح لهما وأداء حقوقهما وطاعتهما في المعروف وعدم رفع الصوت عليهما وعدم إهمال قضاء حوائجهما. ولكن مع الاستمرار في طلب العلم، سواء في حلقات المشائخ أو في سماع الأشرطة أو في المجالس النافعة العلمية النافعة أو عن طريق قراءة الكتب وجمعها في بيتك، فطرق العلم لله الحمد كثيرة. فلا حق للوالدين أن يمنعاك من طلب العلم، وإن عصيتهما في هذا الأمر فلا جناح عليك عند الله عز وجل، ولكن لا يحملك عدم الطاعة إلى إهانتهما أو قلة الأدب عليهما، بل صاحبهما في هذه الدنيا معروفا واستمر في طلب العلم، زادك الله وشرح صدرك وسدد قلبك ولسانك، والله أعلم.